جاية اقول لكم سر، مش كل حد دخل في حياتك يبقى ده بلاء من ربنا. لا، خليك ذكي وتعلم الدرس، ما تبصش تحت رجلك، بص قدامك. ده درس عشان يقويك وعشان يخليك احسن ويكون عندك ثقة في نفسك اكبر، وعشان تنجح وعشان تبص لحياتك من نظرة اوسع وبحكمة اكبر. ويا جبل ما يهزك ريح، عدي وفوت. عارف ليه؟ عشان اللي جاي لسه اعلى. بس وانت اقوى، كلام الناس تحت رجليك تعلى، كلام الناس فوق راسك توطى. نفض للناس وخليك فاكر دايما انت الكسبان. نفسك، كرامتك، شخصية جديدة، قوتك. طز في الناس.